القمة المصرية الأردنية اليوم بالقاهرة، وهي قمة شديدة الأهمية بل بالغة الأهمية، ولازلنا بصدد المناقشة حول هذه القمة. أيضا الأصداء في الداخل الأمريكي، سواء إذا كان في الداخل على مستوى دوائر صنع القرار أو على مستوى الإعلام والصحافة الأمريكية، لمسألة الهدنة واتفاقات تبادل الأسرى من الجانبين. معنا على التليفون الأستاذ أحمد محارم، الكاتب الصحفي والمحلل السياسي بالولايات المتحدة الأمريكية. أهلا بك يا أستاذ أحمد. مساء النور يا فندم، اهلا بحضرتك. مساء النور استاذ احمد. مهم عندنا ان احنا نعرف كيف استقبلت الاوساط الامريكيه خبر الهدنه، كيف استقبلت الاوساط الامريكيه على مستوى دوائر صنع القرار وعلى المستوى الصحفي والاعلامي ايضا. تمام. على المستوى الرسمي الرئيس بايدن والاداره الامريكيه توجهت الشكر لحكومه مصر، صحيح، شخصيا الرئيس عبد الفتاح السيسي على المجهود اللي اتعمل منذ بدايه الصراع الحاصل بقاله اكثر من 6 اسابيع. الحياه كانت جهود مضنيه ولكن كللت النجاح. النهارده الناس سعيده جدا، حتى النهارده في نيويورك في اجتماع لمجلس الامن. طبعا اجتماع كان ما هوش عاجل، اجتماع عادي، ولكن كان بطلب من الامارات وبلطة، وكل الاعضاء كانوا سعداء جدا بان مساله الحلحله اللي حصلت ووقف اطلاق النار لمده 4 ايام ده شيء كان طيب جدا، يبشر كمان بانه مساله ال 50 اسير اللي كانوا لدى الاداره في فلسطين مع جماعه حماس ومقابل لهم 150 من الاسرى الفلسطينيين الموجودين في الجانب الاسرائيلي، هذا يبشر بخير ان يكون في مرحله قادمه. ايضا احنا وزير الخارجيه دي رابع مره يجي للمنطقه يزورها. على مستوى السياسه الامريكيه والاداره هذا هو رد الفعل، لكن حتى ايضا الاعلام الامريكي اشاد جدا بالقرار اللي حاصل وان دور مصر لا يمكن ابدا ان يكون منسي، بالعكس بطول الايام، ولكن السياسه الخارجيه المصريه لها بصماتها ولها على الواقع تقدير جيد جدا من الاداره الامريكيه ومن الاعلام ومن الشعب الامريكي. هل تدور الان بين السياسيين او حتى على شاشات التلفزيونات الامريكيه او في الصحف الامريكيه احاديث عن ماذا بعد الهدنه؟ اعتقد هذا السؤال جيد بانه هيبدا من النهارده والايام القادمه. طبعا احنا الليله هتكون في عيد الشكر في الولايات المتحده الامريكيه، دي مناسبه يعني اجتماعيه تعول عليها الشعب الامريكي طوال تاريخه العريق، انه بتلتقي الاسر والعائلات من حسن الحظ كمان ومن البشريات ان يكون مساله الحلحله اللي حصلت دي وان في 3 من الاسرى اللي افرج عنهم من عائلات امريكيه يعودوا الى ارض الوطن هنا مع اعياد الشكر اللي هو عندنا بيعتبر يعني زي عيد قومي ورسمي تجتمع فيه العائلات والاسر. في مؤشرات تقول ان على الجانب الاعلامي وعلى الجانب السياسي هيبدا الاجابه على السؤال ماذا بعد وقف اطلاق النار. واعتقد ان اللي حصل في الفتره الماضيه دي بيؤكد انه لو في 16 عام الماضيه كانت شويه بعض الاراء بتقول ان قصه فلسطين والصراع العربي الاسرائيلي خفت الاضواء عليه، لا، ما حدث في 6 اسابيع الماضيه الحقيقه يعني اظهر على السطح على المستوى الرسمي والشعبي في كل العالم ان قضيه فلسطين لا يمكن ابدا ان تنتهي الا بحل عادل، وهو ما كانت تسعى اليه الاداره المصريه والسياسه الخارجيه المصريه طول ما تعودنا على ان احنا نسمع من يعني دور مصر المحلي والاقليمي والدولي صوت مسموع له تاثير قد لا ينتفت إليه البعض في بعض الأحيان، ولكن في هذه المرة كان الصوت المصري والإرادة والإدارة المصرية فرضت حقيقة أمر واقع جيد يشير ويؤكد مدى قدرة أمريكا على مدى قدرة مصر على أنها تدير بشكل محنك التعامل مع صراعات إقليمية. الأمريكا كمان بتقول إحنا لا يمكن أن نستغني عن الشريك الهام لنا في الشرق الأوسط، ومصر شريك استراتيجي مهم للولايات المتحده الامريكيه. طيب نرجو ان الامريكان يبقوا مستوعبين مساله ان احنا شريكا مهما في منطقه الشرق الاوسط بالقدر اللي احنا نستحقه مش بالقدر اللي الامريكان عايزين يحطونا فيه. لكن خليني هنا هسال على يعني
لو خدنا معادلة يجب على الجميع أن يخرجون رابحين، معادلة رابح رابح، هل تتوقع أنه من الممكن مد هذه الهدنة في حال نجاح تثبيت وقف إطلاق النار؟ هذا ما يؤمل، والأوساط تتوقع ذلك، لأنه هذه الحرب التي بدأت إسرائيل لن تنتصر في هذه الحرب، ومجريات الأحداث أشارت إلى أن كل مستوى هذا العنف وهذا الدمار، لما 50% من المباني تهدم و50% من السكان يهجروا، الحقيقة الإعلام العالم كله حتى السوشيال ميديا، يعني لما تشوف حضرتك حجم وقوة ومدى تأثير المظاهرات في الداخل الأمريكي، احنا وجدنا شريحة جديدة من الشباب اللي أعمارهم 20 سنة وأقل بدأوا يلتفتوا لحقيقة، وهو أن الإعلام المحلي عندهم لا يعطيهم كل الحقيقة ولا نصف الحقيقة، بل هناك أكاذيب يريدوا أن هم يشربوها ليهم. النهاردة أصبحت في أصوات فاعلة ومؤثرة في الشارع الأمريكي، كمان ما حصلش في مثل هذه المواقف أن يكون في أعداد كبيرة استقالة لمسؤولين كبار في مواقع عامة في الإدارة الأمريكية، ده يشكل ضغط وإحراج للإدارة الأمريكية. أعتقد إدارة الرئيس بايدن، البيت الأبيض، البنتاجون، وزارة الخارجية الأمريكية عندهم استعداد لأن يكون في أصبح في تغيير في لغة الخطاب الدبلوماسي والسياسي والإعلامي. في بداية الحرب كان في شبه توجه أن في ميل نحو إسرائيل وأن هي المفروض حق الدفاع عن النفس. هذا الكلام انتهى. النهاردة الكلام أصبح في تصريحات المسؤولين في أمريكا وحتى في الدول الغربية أن من حق فلسطين أن يستمع إليها، وأن هناك حق فلسطيني كان مهضوم، ولا يمكن أولا أن تستمر إسرائيل في غطرستها ولا تلتفت لما يمكن أن يكون هناك حق وواقع يفرض على الأرض. طب أنا عايز أسقل بسؤال كمان لو وقت حضرتك يسمح. أستاذ أحمد، يمكن خلال هذه الحرب أعتقد، وصححني لو أنا غلطان، أنه الجانب الصهيوني أصبح لديه شيء من الإيمان أو شيء من اليقين بأنه إضعاف السلطة الفلسطينية، سلطة في رام الله، وإضعاف منظمة التحرير وتهميشها لم يكن في صالح إسرائيل بأي حال من الأحوال. يعني أعتقد أن هم بدأوا يصلوا إلى هذا الفهم بشكل أو بآخر. تعتقد أنه ما بعد الهدنة سوف يكون إحياء لفاعلية منظمة التحرير وإحياء لفاعلية السلطة الفلسطينية؟ أعتقد بعد الهدنة وما يتبعها من أوضاع، الإدارة في داخل إسرائيل أدركت أن الاستمرار في هذه الحرب لن تكون إسرائيل على مقربة من أي شيء من النصر ممكن أن تحقق. كل هذا الدمار الذي حدث وكل هذا الإصرار، أولاً بدأت الخطوات بتاعتهم يعني سقف الأهداف بدأ يتراجع. كان عندهم نية للتهجير القسري، لا الفلسطينيين يقبلوا ولا دول المنطقة تقبل ولا العالم، ومن ثم هناك تراجع. إصرار المقاومة الفلسطينية وضع إسرائيل وإدارة إسرائيل وأمريكا أيضا في حرج، ومن ثم ما لا يمكن أن يدرك كله لا يترك كله، بالتالي في نوع من الكومبرومايز أو إعادة التفكير في أن من الواقع ما فرضته المقاومة الفلسطينية على الأرض، والتعاطف العالمي اللي كان بدأ متأرجح في الأول وانطلق الآخر أصبح لصالح القضية الفلسطينية ولصالح الموقف، إن ممكن إسرائيل يكون عندها إعادة تفكير في إنه الواقع بيفرض نفسه، إن المقاومة الفلسطينية، الحرج اللي حصل للإدارة الأمريكية ولإسرائيل، من الممكن أن يكون هناك إعادة تفكير في قبول شيء صعب كانت إسرائيل تتمنى أن يحدث، لكنه من الصعب جدا بل من المستحيل أن يحدث. استمرار الصراع بهذا الشكل، إسرائيل هي الخاسر الأكبر، لا تستطيع قدرة إسرائيل الأمنية والاقتصادية أن تتحمل حرب طويلة المدى. صحيح. أنا بشكرك جدا أستاذ أحمد محارم، الكاتب الصحفي والمحلل السياسي بالولايات المتحدة الأمريكية.